يراعينا. انا اقول له يراعينا ويراعي اهالينا، يراعي اهالينا بالذات يعني، سيبك بس يراعي اهالينا. يعني هقول لحضرتك ما يضربوش بعض على حسابنا وحساب ولادنا. اللي يحط الامتحان ما يضربش. انت عندها القلب وعندها السكر وعندها الضغط، وما بتجيبش علاجه، والمصعب ما بتجيب علاجه عشان خاطر ولا بتروح للدكتور. مش مشكله، انا عنوان منك. ربنا يعوضك يا بنت، ربنا يعوضك. يعني انا ما بتصرفش على علاجه عشان فلوسك؟ يا بتجيب علاجها، بتضطر تجيب علاجها، بس والله العظيم بفلوسي بجيب لها برضه بعلاجها، فلوس العيديه برضه بقعد اجيب لها واصرف معاها. بس ما تعطيش. طيب شيلي حيلك. انا محمد اخويا. انت عملت اللي عليك. ربنا يقويك وينجحك ان شاء الله. انت شايفه انت عملت اللي عليك الحمد لله. قولي لي ايه بقى؟ يعني على طلبها طول السنه معاكي. والله ربنا يفرحها ان شاء الله بينا وتشوفنا احسن حاجه يا رب، احنا واللي زينا في حاجه وما يشبتش حد فينا ولا فيها، هي ولا بابا باذن الله. مش يشبتش حد وما يشبتش حد فيها باذن الله. هتنجحي يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. سيبك من اللي عدى بقى وخليك في اللي جاي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يرضى عليك يا رب. يا محمد اجمعين ولادنا يكبر بخاطرنا. يا رب. حلوه بقى لكل البنات اللي ثانويه عامه. تقولي لنا ايه بقى ايا كانت النتيجه؟ اديها المايك. اقول لايا بنتي ربنا يفرحها بالنتيجه ويفرح قلبها ويصبرها على اللي هي فيه يا رب، هي وزميلها وزميلها ويا رب ان شاء الله. ان شاء الله انت بتعيطي ليه انت كمان؟ لا ما بنتي ما نزل عشانها بس يعني. يوم الفيز زي عيطت انا ما كنتش بعيط. ما بيتنامش والله يا حبيبتي، وربنا معاها يا رب. مش مقصره. هقول لك مقصره؟ لا انا مش هزعل لو هي مقصره، لكن هي مش مقصره. لكن حرام حرام. بصوا لينا الطبقه اللي نازله دي، يعني طبقه ما تحطش اللوجو بعدين عرفتوا؟ لكن كده لا لا حرام. خلاص هم اللي عملت ايه؟ ما حدش يحط لوجو. لسه في امل. ما حدش يحط لوجو. يا رب شكرا. عارف الوزير يخليهم زي ولاده، ولاد اخواتي، ولاد اي حد، ولاد اي حد. يعمل ربنا اول حاجه بس هي دي. يعني قبل ما مدرسين نفسهم اللي بيحطوا الامتحان كنترول يراعوا ربنا في التصحيح بحق جاي النبي يا رب، وفي حفظك وفي رعايتك يا رب، في حفظك وفي رعايتك.